like Asael Yaqub, Idarai to Helmin, Yesharani, Ala Ittihad Kirar Ma'ayin, يتعالج من مسائل أو مسألة دنيوية وأتابعها، فهل هذا من الطيرة؟ ما فهمت السؤال. يعني الرجل هو رأيته رأى هلما فياخذ القرار معين يتعالج بمسألة دنيوية، يعني مسائل الدنيا. ويطبق هذا ويتابع هذا، فهل هذا من الطريقة؟ يعني لا. لا لا، لو أراد أن يشتري سيارة وأراد أن يعرف سرعتها وهل هي جيدة ولا وعلى أي شيء تحتوي، أراد أن يشتري عقارا وبيتا فسأل عن بنيانه وأساسه ونوافذه وداخله وخارجه، لا نعتمد على الصيام، لا نعتمد على هذا الشيء. بارك الله فيك.